أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بين قوسين، نناقش فيها وسائل وطرق الحوثي لاستنزاف القبائل بشريا وماليا باسم الغرم والمجهود. منذ الحرب الأولى للحوثيين ضد دولة في العام 2014 وهم في جولة استنزاف إلى أخرى أكثر وأوسع، قبائل قدمت من شبابها أعداد غير مسبوقة في تاريخها، عوائل بأكملها أفنيت ولم يبقى منها إلا الأب والأم أو البنات فقط بعد فقدان الرجال. باسم المجهود والغرمة، مستخدما وسائل وطرق مختلفة، يستنزف الحوثي المجتمع في حرب السلالة، مرة باسم الله ومرة باسم آل البيت وأخرى باسم الوطن والحمية القبلية، وآخرون يستدرجهم مستغلا حاجتهم المادية وجهلهم أيضا. بعض القبائل مثلا قدمت ما يفوق 2000 من أبنائها وربما أكثر، وبعض الأسر تقريبا انقرضت في محارق الحوثي السلالية. كيف استطاع الحوثي أن يستمر في خداع القبائل؟ وما الذي يجعلهم مستمرين في إرسال أبنائهم إلى محارق الموت؟ حول ذلك سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب العقيد أحمد يحيى الأشول، مساعد مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة، ومن تعز عبر الهاتف الناشط أحمد هزاع، وسينضم إلينا آخرون في وقت لاحق من هذه الحلقة. نبدأ الآن، أبدأ معكم النقاش إذن مع ضيفي من تعز الصحفي والناشط الحقوقي أحمد هزاع. أهلا بك أستاذ أحمد. أسعد الله مساءك أخي الكريم وجميع مشاهديك. أستاذ أحمد، لو أبدأ وأطرح عليك السؤال، كيف استطاع الحوثي إقناع القبائل والمجتمع طوال الفترة الماضية بمواصلة رفضه بالمقاتلين؟ أخي سامي، لا نقول أنه استطاع أن يقنع، ولكن هناك التطميع بالقوة والترهيب والتخويف ضد مشايخ القبائل وضد زعماء القبائل. استطاع أن يضرب بيد من حديد ضد القبائل، تخويفهم وترهيبهم بالاختطاف أو اختطاف أبنائهم أو أخذ أموالهم أو تفجير منازلهم. لذلك القبيلة ما زالت متماسكة. لو نتذكر 2015 محافظة إب، استطاع القبائل والمشايخ أن يحرروا المحافظة بجميع مديرياتها حتى وصلوا إلى حدود المحافظة فيما يقل من 48 ساعة، ولكن بسبب تخاذل التحالف ضد والميليشيا والشرعية استطاعت ميليشيا الحوثي أن تسطو على هذه القبائل وعلى المشايخ وأن تغذي الصراعات ما بينهم وبين، واستطاعوا أن يستنزفوا أبنائهم ويأخذوا أبنائهم إلى المحارق أو إلى الجبهات. كذلك لو أخذنا عين الاعتبار أن ما زالت الشرعية وتمتلك كثير من المشايخ والأعيان من نزحوا من محافظاتهم مستعدين أن يعودوا، لا تكون حاضنة شعبية الميليشيا الحوثي أو إلا عبر من تريد خضع المشايخ أو القبائل عن طريق المحاكمات حتى سابقا. كذلك هناك أشياء كثيرة تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد المشايخ منذ 2015. هناك محاولة استقطابهم عبر الرتبة الفخرية أو الرتبة العسكرية، كذلك أخذ ما يستطيعون من أبناء المشايخ أو أسرهم أو عوائلهم ليكونوا رحمة من أي يتم في طلب ميليشيا الحوثي وأخذ المواطنين أو أبناء القبائل إلى الجبهات. وكذلك لا ننسى أن هناك تغاضي كبير من الشرعية كما تحدث سابقا، ويتحمل المسؤولية في الأخير هي التحالف وتخاذلها وعدم دعمهم. لا نتذكر كما ذكرنا حجور، كان هناك دفاع شخصي بسلاح شخصي، ولكن تم خذلان هذه القبائل في حجور ونزفت المقاومة واستطاعوا تفجير منازل المشايخ ومنازل المقاومين. لذلك الكثير من المشايخ المتواجدين في المنطقة المسيطرة عليها من قبل الميليشيا الحوثي لا يقدرون على التحدث أو المقاومة أو رفض أوامر ميليشيا الحوثي، لأنه لا يوجد هناك سند لهم أو ظهر. وهناك أشياء كثيرة نستطيع أن نتحدث عنها، عن القبيلة وعن
محورها ارتكاز في المقاومه. لو تحدثنا الان عن المارب، عن اللاحج، عن البيضاء، ما زالوا مشايخنا يقدمون اروع البطولات من بعد ان انتهى الجيش في انقلاب 2014. هناك من خرج قاوم بسلاحه الشخصي واستطاع ان يحرر محافظات على مستوى كبير ومواقع كبيره، وما زالوا مسيطرين حتى الان. طيب، تنضم الينا ايضا من صنعاء الزميله الصحفيه جوهره عبد الله. اهلا بك جوهره. ارحب بضيفتنا الصحفيه جوهره عبد الله عبر الهاتف من صنعاء، اذا كنت تسمعيني. اهلا بك جوهره. يبدو ان الاتصال غير جاهز مع ضيفتنا من صنعاء. اعود مره اخرى للاستاذ احمد هزاع. استاذ احمد، طيب، استمرار ارسال القبائل في ارسال المقاتلين ورفض جبهات الحوثي، كيف يمكن فهم عمليه الاستمرار هذه؟ الاستمرار كما تحدث سابقا هو بسبب الضغوط ضد المشايخ وتغليظ الصراعات وتهديدهم بمصالحهم واستمارتهم. كما مجد الحوثي تقوم باستخدام اسلوب النظام السابق، ذات الادوات التي كان يستخدمها النظام السابق في تطويع القبيله من خلال المشايخ وتجاره الدوله وشراء الولاءات بالمال، بالاراضي، بالترهيب، بالترغيب. واستطاعوا الان ما زالوا ان يستنزفوا القبيله ومشايخ القبيله. لن تدرك القبيله ما يحدث من استنزاف لابنائها الا مستقبلا، عندما تجد ان بناتهم او نسائهم مؤرملات، ابنائهم ايتام بسبب انهم قدموا ابنائهم تضحية من أجل مشروع كهنوتي، مشروع لا يبحث إلا عن مصلحة نفسه. لو تحدثنا كثيرا عن أبناء زعماء ميليشيا الحوثي، يجد أن معظمهم في الخارج يدرسون أو أنهم في العاصمة صنعاء يزورون استمالات آبائهم. وفي الأخير من يدفع الثمن؟ هم القبائل وهم أبناء القبائل. هناك تصنيف عرقي كبير من قبل ميليشيا الحوثي، حتى إن كان هناك أحد أبناء زعماء ميليشيا الحوثي هو القائد وهو الامر وهو الناهي، حتى وان كان من يقودهم مشايخ او اعيان او ضباط او قاده عسكريين، يظلوا هم مسيطرين والثقه لهم والامل لهم. كل ما تقوم به ميليشيا الحوثي سيجنيها ابناء القبائل، وهم الان يجنون ويحسون الذنب الكبير الذي بسببه استقبلوا ميليشيا الحوثي، وكانوا يعتقدون انه انتقام او انه ضد ثوره 2011. ولكن كما نشاهد الان ان هناك مشايخ كان لهم الرصيد والاحترام بين ابناء الوطن، بين ابناء قبائلهم، ولكن تجدهم الان انهم رابطين يؤدون الصرخه بكل ذل وكل هوان. هم الان يدفعون ثمن تخاذلهم ضد الدفاع عن الجمهوريه وضد الدفاع عن الوطن، عن الدوله. كان معظم المشايخ في النظام السابق وبعد النظام السابق يستلمون مبالغ ماليه من الدوله كدعم مالي ودعم شخصي لهم، ولكن الان هم من يبذلون الميليشيا الحوثي من يجدوا الحديبي بابنائهم، باخوانهم، باشقائهم. وكذلك لا ننسى ان هناك تقوية صراعات كبيره، فالميليشيا الحوثي تقوم بدعم شيخ على شيخ، ودعمه بالسلاح ودعمه بالمال من اجل يقوم هذا الشيخ ضد الشيخ الفلاني. وتقوم كذلك نتحدث في هذه النقطه بالتفصيل بعد ان نرحب بضيفتنا من صنعاء الصحفيه جوهره عبد الله. اهلا بك استاذه جوهره. اهلا وسهلا فيكم. كيف استطاعت وتستطيع ميليشيا الحوثي إقناع القبائل بإرسال المزيد من أبنائها إلى جبهات القتال برأيك؟ لن نقول أن هناك إقناع، بل فلنقول أنه استغلال أو تطميعهم تقديمهم لمناصب قيادية، أو إكراها المغلف بالتخويف حال قبلت دعوتهم بالرفض والممانعة. فحين يتم استدراجهم بين الحين والآخر لدورات عقائدية ومذهبية وتحريضية ذات فكر وتوجه عدائي لكل من يعارض مشروعهم الحوثي الطائفي، ولا بد من تغليف تلك الدورات العقائدية من جانب التخويف وإطلاق التهم بالخونة والعملاء والمرتزقة، ولا بد خوفا على مكانتهم أبناء الشيوخ تلك القبائل يضطرون إلى تجنيد أبناء القبائل تلك مرقمين وأحيانا راضين وراضخين كونهم أصلا من تلك الميليشيات.
طيب فقط بالتخويف والترهيب، يعني لا توجد قناعات لدى البعض وإيمان بالشعارات التي تطلق؟ لا أؤمن أن هناك الكثيرين من يؤمن بتلك العقائدية ما دامت تجبرهم وتذلهم أمام أبنائهم. لا أحد يرضى بإهانة كرامته أمام هيبته وأمام سلطته. أستاذ أحمد هزاع، كنت بدأت تحدث عن أنه من وسائل التي يلجأ إليها الحوثي لإقناع القبائل هي تصفية صراعات ما بين المشايخ، كيف؟ هناك كما تعرف القبيلة أن هناك ثارات سابقة وهناك تصفية حسابات سابقة، فتقوم ميليشيا الحوثي بتغذية صراعات بينية بين المشايخ بدعم الشيخ الفلاني ضد الشيخ الفلاني، بدعم بالمال بالسلاح بالقوات بهذا الشيخ الآخر حتى ينتصر الشيخ الأول، فتقوم هذه ميليشيا الحوثي بأخذ أرباحها من أبناء هذا الشيخ أو قبيلته ودعم الجبهات عن طريق هؤلاء المشايخ الذين ينتقمون من أبناء عمومتهم أو أخوانهم أو جيرانهم كقبائل أو كقرى أو مديرية. كذلك أنا لو تحدث منطقة سيطرة في محافظة كيف لا يمتلك الحوثي أي استمتداد مذهبي أو قبلي أو سياسي فيما فيها، لكن الحوثي استخدم القوة المفرطة ضد خصومه واستخدم الحوثي أدوات صالح السابقة التي كانت تتحكم في النظام السابق في نشر مشاريعهم، في نشر كما تذكر الأخت الكريمة الدورة الطائفية، التخويف، الترهيب. الجميع يعلم أن أي شيخ قبلي كان متواجد سابقا لديه استثمارات، لديه مشاريع، لديه أراضي، فميليشيا الحوثي تتخذ هذه الوسائل ضغط ضد هؤلاء القبائل، ولكن ليست هناك حاضنة شعبية كما تدعي ميليشيا الحوثي أو تريد أن تصور أن اليمن تحتبطها أو أنها تستطيع تنفيذ أي شيء من ذلك. نتذكر المحافظة التي تم تحريرها، خرجوا المشايخ مع المقاومة مع الجيش الوطني وولائهم للشرعية. هناك أبناء القبائل حتى الآن لو نراجع الأسماء منذ 2015 حتى الآن تجد أن هناك مشايخ قدموا أبنائهم ومشايخ قدموا الغالي والنفيس من أهل السعادة الجمهورية. ليس كل المشايخ هم مع ميليشيا الحوثي كمنهج وإنما كمصالح. طيب أستاذة جوهرة، إلى أي مدى أثرت الحرب في التركيبة المجتمعية من زاوية استنزاف الأرواح؟ طيب فقدنا الاتصال مع جوهرة من صنعاء، أطرح ذات السؤال على الأستاذ أحمد هزاع. أستاذ أحمد، برأيك إلى أي مدى أثرت الحرب في التركيبة المجتمعية؟ في المجتمعي هناك تناقض كبير ما بين قبائل وأبناء الأسر الفقيرة، هناك تميز عنصري وطائفي نشرته كثيرين من هذه الصراعات وهذه التفرقة، صعوبة في إعادة النسيج الاجتماعي والتآخي، نسيان الماضي، لأن ميليشيا الحوثي لن تستطيع أن تنتصر إلا بهذا المشروع وهو الشرخ الاجتماعي والسلم الاجتماعي، يتم استغلاله بشكل كبير جدا. هناك اتهامات ضد أبناء القبائل والمشايخ الذين يكونون مع الشرعية ومع الجمهورية أنهم دواعش، أنهم مرتزقة، أنهم يتبعون دول في الخارج، ولكن في الأخير تجد أن هناك من يدافع عن الجمهورية بما يستطيع، وإن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه الحرب ويعود السلم الاجتماعي وتعود الأخوة وكذلك لا ننسى أننا نحن الشعب القبلي، لن تنتهي القبيلة ولا ينتهي الشيخ، ولكن كل شخص يسجل نفسه تاريخ، وكما وجدنا القوى الجيش الوطني إلى جميع المحافظة المحررة لم ينتقموا من أي شيخ أو أي تفجير منزل، وهذا دليل على التسامح وعلى بناء الدولة وفرض القانون. نتمنى من الناس المتواجدين في مناطق ميليشيا الحوثي أن يزرعوا السلام وأن يؤاخوا بين الناس وأن يعرفوا أن هذه الميليشيات هي منتهية وزائلة، لا يستطيعون أن
يستمروا بمشروعهم الا في خلق الصراعات وفي دعم جبهاتهم التي لم يستفيد احد منهم الا مكفي الحوثي الذين اغتنوا والذين اصبحوا لهم استثمارات كبيره واصبحوا اصحاب رؤوس اموال كبيره. كان كنا نعرف الجميع ان من يقوم الان كمشرفين او كخلايا او كضباط مع ميليشيا الحوثي اصبح الان من الاثرياء بالسيارات بالمرافقين مشاريع استثماراتيه بالفنادق بالكهرباء التجاريه. لذلك مهما حاولت ميليشيا الحوثي ان تعمل شخص مجتمعي فاعتقد ان ابناء اليمن اكبر من هذا وان شاء الله سيعود الاخاء والسلم لابناء اليمن جميعا. طيب تبقى معنا استاذ احمد وارحب بضيفنا من مارب الاستاذ محمد الجماعي مدير اذاعه الاتحادي. اهلا بك استاذ محمد. اهلا وسهلا مساء الخير. استاذ محمد الحوثي كيف يستطيع واستطاع اقناع القبائل والمجتمع طوال هذه الفترة من عمر الحرب بمواصلة رفده بالمقاتلين؟ الحوثي هو وارث ملف عن آبائه عن أجداده الأئمة يواصلون استلام هذا الملف وتوارثه كابرا عن كابر، ونحن نعرف أنهم تولوا هذا الملف منذ دخول الأئمة إلى اليمن وإلى الآن وهم يحاربون بأبناء القبائل. يختلف اثنان من الأئمة ويتقاتلون بأبناء القبائل، يختلف سعيد وسعدان من الأئمة ويحاربون بأبناء القبائل. لا يموت أحد من هؤلاء السلالة، وإنما الذي يقتلون ويموتون هم اليمنيون. هم الآن جاءوا وأخذوا على عاتقهم أن يشتغلوا بنفس الملف، لذلك هو ملف متوارث، ملف قديم تتوارثه هذه السلالة، وعندهم يعني الطريقة الخبرة اللازمة والكافية لتجيش أبناء القبائل. هذا طبعا السياق التاريخي للموضوع. أما السياق الذي يشتغلون به في الوقت الحالي فهو أنهم يستخدمون القوة والإكراه، ويستخدمون أيضا المصالح وال يعني إحراج المشايخ والتنكيل ببعضهم الذي يجعل من الشيخ الآخر يستجيب دون يعني رقيب أو حسيب ودون يعني مواربة، لأنه عرف ماذا فعلوا بالمشايخ الذين قبله. والجميع يعرف التقرير الذي أصدرته صحيفة الثورة التابعة للحكومة عن يعني 2019 كيف شهد تنكيلا بالمشايخ الذين ساندوا الحوثي وأدخلوه إلى صنعاء، ويعني يعني جرب عليهم جميع أنواع التعذيب من الخط إلى القتل إلى تدمير البيوت إلى الحصار إلى الإهانة اللفظية والمعنوية وغيرها. لذلك طيب يعني هذا بالنسبة للمشايخ، المشايخ كيف طيب هذا بالنسبة للممارسات التي تحصل بحق المشايخ، المشايخ كيف يقنعوا القبائل الذين متواجدين في مناطقهم بإرسال أبنائهم مثلا في الستينيات والخمسينيات؟ ربما كان الجهل سائد في البلد، الآن هل ما زال الجهل وعدم الوعي حاضر أيضا؟ نعم، ما تزال هناك مناطق مغلقة للأسف الشديد استفاد منها الحوثي في طريقه إلى صنعاء ومن صنعاء إلى بقية المحافظات وهو يستفيد منهم، رغم التحركات الحزبية والوعي ومحاولة تثقيف هذه المناطق بالممارسات الديمقراطية في طيلة عمر الوحدة حتى الآن، لكن مع ذلك استمرت تغذية النزاعات القبلية عبر حروب تقام بين هذه القبيلة وتلك، عبر تغذية الصراعات فيما بين الناس حتى تتكتل القبائل. وأنت تعرف أنه من أهم سلبيات دخول الحوثي صنعاء أن العودة للقبيلة أصبحت يعني كيف أعبر عن ذلك، عاد الناس بقوة إلى قبائلهم وعادوا للالتفاف حول القبائل لأن الدولة انتهت وانكمش نفوذها، وبالتالي أصبح وجود الرجل داخل قبيلته وملتزما لشيخه أمر من الطبيعي في وقت تضيع فيه كل الروابط التي تستطيع أن تستند إليها. هذا هو العامل الرئيسي ربما. أشكرك جزيلا أستاذ محمد الجماعي، كنت معنا من مارب، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. ألا نذهب مشاهدينا الكرام لنتابع هذه المادة وهي أيضا حول الموضوع. ونحن على القريب سننزل نطبق وثيقة الشرف القبلية وسنجند هؤلاء المخاذيل المنتظرين، سنجندهم غصبا باسم الغرمة القبلية، من لم يدي غرمة إلى الآن سنجندهم غصبا،
وسنسير بهم ما لم يقاتل ندي. إذا تابعنا هذه المادة حول موضوع الحلقة، ورحب بضيفي من مأرب عبر الأقمار الصناعية العقيد أحمد يحيى الأشول. أهلا بك سيادة العقيد. أهلا بك أخي وكل الطاقم العاملين في قناتكم الموقرة. العقيد أحمد الأشول مساعد مدير التوجيه المعنوي، لو نبدأ الحديث معك حول أبرز الوسائل والطرق التي من خلالها تستطيع ميليشيا الحوثي إقناع القبائل برفض القبائل بالمزيد من المقاتلين من أبناء هذه القبائل ورفض جبهاتها، كيف تستطيع؟ ما هي هذه الوسائل والطرق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظن أنه كان الأصل أن يكون السؤال بغير هذه الصيغة، لا تعتبر، لأنها لا تعتبر وسائل إقناع، هي عاملة عمل إعلامي تضليلي تغريري تعبوي سلالي. هم أخذوا هذه الفكرة وحركتهم بين القبائل من خلال إعلامهم وتثقيفهم، التثقيف الإيراني اللبناني الميليشياوي المرتبط بالميليشيات والشخصنة القائمة على تقديس الأفراد والأشخاص. وهم أيضا أخذوا في هذا منحى، وهو يعرفون أنه اليمني يقدر أصحاب العلم والعلماء ويقدر المشايخ والوجهاء، فهم دأبوا في هذا الباب واتجهوا نحو هذا المخزون الثقافي عند اليمنيين، وبدأوا يسوقوا هذا الفتى، فتى الكهف المدلل والجرذ في كهفه المسمى بعبد الملك، ويقدموه أنه فرد من أفراد عائلة العلماء، وأنهم علماء وأن لهم ثقلهم الثقافي والموروث الثقافي العلمي عندهم. هذا جانب. الجانب الثاني اعتمدوا على بعض المشايخ الذي لهم أيضا كان لهم ثقل في المجتمع، ودقوا على هذه الفكرة، والمادة التي قدمتها دليل على ذلك. لكن للأسف الشديد هذه كلها أحدثت شرخا اجتماعيا في النسيج الاجتماعي اليمني، والذي سنعاني منه. طيب بعد أن نتحدث إن شاء الله عن الانعكاسات قريبا عاجل، عن انعكاسات هذه الممارسات على التركيبة المجتمعية، أنتم في التوجيه المعنوي في الجيش الوطني في الحكومة اليوم، هل لكم دور تجابهون به هذه الوسائل التي من خلالها الحوثي يعمل على استقطاب أبناء القبائل، أم تركتم له المجال والساحة؟ مسألة تركنا لم نترك، ودليل ذلك أنه أنا معك الآن على الهواء مباشرة، هذا دليل على النشاط. وأيضا المادة الموجودة في الميدان نحن اتخذنا وسيلة، وهي كسر الصنمية، صنمية الأفراد والشخصنة. ومادتنا أيضا نضع عن الناس قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يوجد صنمية في النظام الجمهوري، ولا ولذلك لا أذكرك، خطرت في بالي هذه الفكرة للرجل المناضل الذي كان رئيسا للجمهورية وعالما، أظنه إن شاء الله لم تخطئني الذاكرة، عبد الرحمن الإرياني، حينما قال: لا تقولوا لأي شخص يا سيدي، ومن قالها اقطعوا لسانه. هذا كسر الصنمية، النظام الجمهوري جاء لكسر الصنمية، وهي مادة نتخذها في التوجيه المعنوي. تقول أنه لا صنمية. طيب سيادة ولا العقيد، تقول أن الحوثي ومن خلفه اللبنانيين والإيرانيين، اللبناني من حزب الله يعني، يدعمونه، وهناك استراتيجية وأدوات ووسائل لديهم. نعم. إلى أي حد اليوم الحكومة الشرعية مدركة لخطورة ذلك والتحالف، وإلى أي مدى هم يوفرون طرق ووسائل ويتم الاستفادة من خبراء والعمل على مجابهة هذه المعركة الفكرية والثقافية مع ميليشيا الحوثي؟ هل هناك اهتمام بذلك؟ أنتم في التوجيه المعنوي هل تلمسوا هذا الاهتمام؟ بلا شك بلا شك، توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي ونائبه ورئيس الوزراء
ووزير الدفاع وغيرهم ممن لهم حق التوجيه والأمر والنهي، والأخ مدير الدائرة مدركين ذلك وموجهين ومسخرين الإمكانيات الدائرة، وأيضا كل ما يمكن من وما حدث أيضا من تلاحم بين مكونات الفقه والمدارس الفقهية الموجودة في الساحة اليمنية ما عدا الفكر السلالي المذهبي، وإلا كل بقايا المدارس الفقهية مجمعة على أنه لابد من توحيد الفكر لمواجهة هذا الفكر، وهم الآن يتحركون بين الجبهات وفي الجبهات وفي الجيش وأيضا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على كسر الصنمية وعلى توحيد هذا الرأي الذي طرحته لك وما اعتمده النظام الجمهوري في محاربة مثل هكذا. طيب عد للأستاذ أحمد هزاع ضيفنا من تعز الزميل الصحفي والناشط الحقوقي، أهلا بك أستاذ أحمد مرة أخرى. تحدثنا عن أنه ما الذي يدفع الناس اليوم لإرسال أبنائهم إلى جبهات القتال، كيف يمكن للناس اليوم للمواطنين العاديين أن يتجنبوا وسائل الضغط المفروض عليهم من قبل ميليشيا الحوثي لدفع أولادهم إلى الجبهات؟ لو تحدثنا صيغة السؤال حاليا أنهم يستطيعون، أعتقد لا يستطيع المواطن أو القبيلي العادي أن يمنع من رفض الجبهات إلا بأن يبعد أبناءه أو أولاده من خارج المحافظة المسيطرة لميليشيا الحوثي. أولا بأخذ أبناء المشايخ كمقاتلين لهم بحيث يقتل هذا الشيخ أو يتم إيصاله إلى جبهة، فيتم إعادة القبيلي أو المواطن العادي أنه ابن الشيخ الفلاني حضر معنا في الجبهة، فلا تستطيع أن تقوم بإحضار أبنائك أو أشقائك إلى الجبهة. لذلك الكثير كان مستند الشرعية والتحالف أن يقومون بدعم هذه القبائل مثل هذه المقاومات. نصيب المقاومة في 2015 ولكن بسبب لأن التحالف والحساب التطبيق الشرعية استطاعت ميليشيا الحوثي أن تفرض وتغل ضد القبائل بالقتل بالتنكيل. ما نجده الآن في المناطق المحتلة من قبل ميليشيا الحوثي يندى لها الجبين، الشيخ أصبح بلا كرامة بلا اسم، يتم إحضاره بالقوة بالإلزام إلى دورات الطائفية. ومن يعتقد أن ميليشيا الحوثي انتصرت بهذه الطريقة فلا أعتقد، كلام العقيد الأشول كان واضح، وهناك ترتيبات إن شاء الله باستقطاب المشايخ ودعمهم. أبناء المحافظة المحتلة منتظرين إلى شرارة ثورة لينتفضوا جميعا ضد هذه الميليشيات. ما زال السلم الاجتماعي إن شاء الله متماسك، ولكن لابد أن تساهم الشرعية وأن تبدأ والتحالف في دعم هذه المشاريع التي هي من ستحرر اليمن من الداخل، من سينتفضون أبناء القبائل والمشايخ ضد هذه الميليشيات. طيب أعود للعقيد أحمد الأشول، سيادة العقيد، هل لديكم أي إحصائيات وأرقام حول خسائر القبائل لشبابها وأبنائها في حرب الحوثي؟ يا أخي الأرقام وعددها لكثرة ذلك لا توجد إحصائية، لكن أنت لو شفت لو نظرت فقط اليوم، وأنا قبل أن أدخل إلى الاستوديو يعني 14 جثة جرحى في مكان واحد مترس واحد في معركة اليوم أطفال، يعني نشرت وأذيعت معظمها في القنوات ومن جملتها قناتكم الأطفال وهم يصيحون. يا أخي هناك عند الجيش الوطني في المعركة، رغم أنها معركة لكن نتحلى بالأخلاق، عويل وصراخ وصياحهم، بل الألفاظ الذي تكلموا بها نرفض كإعلام تابع للشرعية وللجيش الوطني نشرها، لأنه في الأخير يهز إنسانية اليمن كله وكرامة اليمنيين. ونحن في الحقيقة وإن كان أيضا هذا التصريح قد يستاء منه البعض، نتألم حتى على الأولاد والأطفال الذين نجدهم
ويتم الأسرهم سواء جرحى أو غير جرحى ونعتبرهم كأنهم أبناءنا. لكن لا ندري أين تلك العقول، هل تلك الآباء والأمهات التي ترسل الأولاد إلى المحارق وهم يعلمون ذلك ويسمعون ذلك الآن، من يستطيع أن يفتح قناة غير قناتهم في الأماكن المحتلة؟ أصبح واضحا جليا لا يحتاج إلى أرقام مسألة الأطفال ودخولهم وتجنيدهم إلى المعارك، أحيانا يقبض عليه وهو لم يفك حتى. طيب استمرارية الزناد طيب كما يقال والأمان. طيب سيادة العقيد، استمرارية الأسر في دفع أبنائها للقتال فضل، هل له علاقة كما يطرح البعض بنقطة الثأر؟ يعني أنه يأتي بدافع الثأر لأنه الولد الأول قتل في مواجهة مع الحكومة الشرعية ممن يوصفوا ويعبوهم بأنهم خونة، وبالتالي تدفع بابنها الثاني والثالث في إطار معركة الثأر ربما؟ قد يكون في الحرب وارد، لكن ليس هذا هو المطلوب أو هو العامل الوحيد. وإلا بعض ما يسموا بالمشرفين في بعض المديريات يتوسل إلى القيادات الحوثية السلالية ويقول إذا أنتم تريدون حشد أعطوني توابيت أو كما يسموها صناطيق، يتخذهم وسيلة للتكسب ووسيلة للحشد، حتى أنهم أحيانا وهذا ثبت بالفعل أنهم يصفون بعض الجرحى أو يقتلون من الخلف بعضهم حتى يوجدوا ما ذكرت أنت في بعض القرى وفي بعض المديريات التي عجزوا أن يحشدوا منها، فيأخذوا سين من الناس ساط من الناس إلى أرض المعركة ويقتلونه حتى يردونه ويقولون إذن أنتم مطالبون أن تأخذوا بدمه وثأره وثأره. هذه جزئية من العوامل التي يحشدون بها. لكن أيضا أنا ما ذكره الأخ الصحفي وهو الجانب التجهيل والتغفيل في أوساط القبائل، ولا بد أن نشير أيضا أن هناك مشائخ للقبائل ما زالوا وسيستمرون أوفياء ورجال وأبطال لما رضخوا رغم الضغوط ومن ضغطوا عليه كما قال ما زال ينتظر ساعة الصفر لقدوم الجيش الوطني والذي سيقدم بإذنه سبحانه وتعالى لمحافظته ولمديريته حتى يكون رديفا للجيش الوطني وللشرعية. طبعا في المادة التي عرضناها قبل أن تنضم إلينا لأحد المشايخ يتحدث عن وثيقة الشرف القبلي والغرم القبلي، لو تشرح لنا ما المقصود؟ يا أخي الكريم للأسف الشديد ما أدري الأخ هذا إن كان عايش، وإلا لو عاد لموروثه القبلي إن كان شيخا صحيحا. هؤلاء الذي أسسوا وثيقة الشرف التي لا شرف فيها القبلي أو الغرب هم كانوا يسمون أنفسهم هجرة، وهؤلاء الهجرة ليس لهم باع في هذا الباب ولا في باب القبيلة ولا في باب المشيخة. الهجرة أي مهجر، لا يفرق ولا يعد ولا يقوم مع الناس ولا يقوم معه، هو يستلم حق الدريس ويستلم حق التلام الخامس ولا العاشر ولا ما وصوا له الآباء الأولين الكرام من الجربة، فحتى يجي هو ويؤسس لما يسمى بوثيقة الشرف. وأنا والله استأت كثيرا أن يظهر هذا الرجل بذلك الشيء شيبته وقاره وسنه ويتحدث بهذا الحديث، أظن أن هذا أنه فاته كما يقال القطار أو فاته الشرف والغرم والقبيلة، وإلا ما كان ينبغي أن يتكلم بهذا، لأن الذي أسس هذا ليس له علاقة لا بالقبيلة ولا بالغرم ولا بالغرامة ولا بالشرف. هؤلاء انسلخوا من كل ما يمكن أن يتكلم الناس حوله، قبيلة وشرف وأخلاق هم لا يعرفونها، ولذلك ضلوا وأضلوا، وهذا من المضلل والمغرر بهم. نسأل الله له الهداية، وإلا سيأتي يوم يحال إلى المحاكم ويساءل على هذا الكلام الذي قاله، والتاريخ لا يرحم أحدا. طيب أعود للأستاذ أحمد هزاع وأسأله عن هذه المادة. أستاذ أحمد هزاع، تابعت معنا المادة التي عرضت للشيخ ضيف الله رسام، هي ربما يتحدث عن وثيقة شرف قبلي، عن شيء مؤسسي ربما أو إطار من خلاله يتم إقناع القبائل، لكن كانت هناك وجهة نظر للعقيد الأشول من مارب، ما وجهة نظرك أنت وتعليقك حول هذه المادة؟
أستاذ أحمد، يبدو أنه فقدنا الاتصال بالأستاذ أحمد هزاع. أعود مرة أخرى للعقيد الأشول. سيادة العقيد، كنت تحدثت عن انعكاسات هذه الحرب وحالة الاستنزاف على التركيبة المجتمعية، لو تتحدث بالمزيد من التفصيل. الانعكاسات يا أخي الكريم هم يلحظونها، لكن لا أدري ما هو السر، قد يكون ضغط، قد يكون ما أدري، ليس التماسا للعذر لهم، هم يلمسونها. يدع ولده يذهب مع هذه الفئة الباغية الإجرامية الحوثية الإنقلابية المتمردة السلالية، ولا يعودون له إلا بصورة أو بجزء من إنسان، وهكذا في القرى والمدن. لكن في الحقيقة البلاء والبلوى الذي ستتحمله الحكومة الشرعية والمجتمع اليمني بعد النصر والانتصار بإذنه سبحانه وتعالى، تلك الأسر التي رملت، والأسر التي يتمت، والأسر التي دفعت بأبنائها وفلذات أكبادها إلى محارق الموت لا لهدف ولا لغاية. أنا لو سألتهم سؤال وقلت لهم أستحلفكم بالله، ما الذي يجعلكم تدفعون بأبنائكم إلى محارق الموت وتضطرون الجيش الوطني لأن يتعاملوا مع أطفالكم بما ينبغي أن يتعامل به من منظور عسكري؟ لماذا؟ لا لشيء إلا ليقيموا وزنا لما يسمى بسيدهم، ووزنا لشخص، ووزن لسلالة. ماذا كانت إجابته؟ ليس لهدف وطني. ما هو الرد الذي حصلت عليه؟ الرد أنه أننا نفس الانعكاسات الذي ذكرت أنت الآن، هو الجهل والتجهيل، هو أنه يقول لك يا أخي مغلوبين على أمرنا، ما استطعنا نقول لا، أخذوا ابني من المدرسة، أخذوا ابني في دورة ثقافية، أخذوا الأولاد كذا. ولذلك الواجب الآن على الأسر وهذه القبائل التي ما زالت في المديريات أو في المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثي أن يفكروا بعقل. يعني يكفيكم ما يحصل لكم. أنا أقول لهم إلى رسالة عبر قناتكم، اعملوا عقلكم وتوكلوا على الله وقولوا لا، وسترون. على الأقل اقتدوا بالطالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، قالين لا فكسرنا إرادة الانقلابيين، قولوا لا لن نأتي بأولادنا، لأنه في الأخير ابنك إما أسير أو جريح أو مقتول. ولا تصدقوا من يقول لكم شهيدا، شهادة ماذا؟ شهادة معتدي، شهادة ظالم، شهادة آثم، شهادة رجل يقف في صف الانقلابيين الخارجين على الإجماع الوطني، الذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنون، الذين يسبون الله ويسبون الدين والإسلام. ما أبقوا لنا باقية يا أخي، لا في الدين ولا في العقيدة ولا في القبيلة ولا في الأخلاق ولا في الشرف، وتأتي تقول لي شهيد، شهادة ماذا؟ إذن نحن نخاطبهم ورسالة لهم عبر قناتكم، لعلهم يرجعون، لعلهم يعقلون. إلى هنا وكفى، دعوا هذه الفئة السلالية تواجه حالها. يعني الطفل اليمني ابن فلان الفلاني، ابن الشيخ، ابن القبيلي، ابن كذا، هو الذي يستشهد، وابنهم الذي يأخذ الشهادة العليا. أما ماذا يقول لكم للآخرة ولهم الدنيا؟ بأي منظور تفكروا؟ لو فكرتوا بمنظور الدين ولا بمنظور الدنيا، يعني لا 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 لشيء إلا ليبقى السين من الناس، ليبقى عبد الملك الحوثي، ليكون سيدا عليكم، ليكون هو الحاكم الناهي. يعني لو أخذوا بعين الاعتبار وفكروا أين يذهبوا بأبنائهم، لا 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 لتراجعت المسألة قليلا، ولا عادت تلك الأسرة الفاغية الإجرامية السلالية لتأتي بأشياء من أولادها ومن من يتبعونهم في السلالة، وسيجدون من الجيش من يؤدبهم، وهو لكائن اليوم. أشكرك جزيلا مساعد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العقيد أحمد يحيى الأشول، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من بين قوسين. في الختام تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.